البيت الكبير لسه مستمرة مع حضراتكم وفقرتنا الحوارية الأولى مع واحد من نجوم النادي الأهلي وواحد من نجوم قناة النادي الأهلي، والحقيقة هو واحد برضو من اللي حققوا إنجازات رائعة مع القلعة الحمراء، واحد من الجيل الذهبي جيل مانويل جوزيه. نجمنا النهاردة الكابتن إسلام الشاطر اللي كتب اسمه بحروف من ذهب في سجلات كرة القدم المصرية، وبيكتب اسمه بحروف من ذهب أيضا في الإعلام الرياضي اللي يعني اللي عملوا وبيكملوا النهارده. بنقول له الف الف مبروك البرنامج الجديد. الله يبارك فيك، ربنا يخليك، وان شاء الله كل التوفيق ليك والفريق باذن الله. يا رب ان شاء الله. كابتن اسلام برحب بيك طبعا. كابتن مصر وعيشني جدا، اخويا الكبير، ربنا يخليك. بالمناسبه يعني الكابتن هاني اول مره في حياتي اخش منتخب مصر كان الاوضه مع الكابتن هاني. ايوه صح والله. كنت انا لسه يعني الفرق مش كبير بيننا يعني، بس انا كنت لسه يعني ناشئ صغير ولسه طالع، والكابتن هاني كان لسه بقى في البدايات، فكان كنت دايما بقعد معاه في الاوضه في الاول. نيمتك بدري كابتني وكابتني بدري بعدين بقى حاول ايه اللي حصل مش دلوقتي. منورنا بالبيت الكبير. شرف ليا ان انا اكون معاكم طبعا، وكابتن هاني اخويا الكبير، وانت طبعا يا سهام ربنا يخليكم، يعني متشكر جدا. لا طبعا منورنا، وزي ما قالت سهام كده مبروك طبعا. الله يبارك فيك. هيكون ان شاء الله وجبه دسمه لكل محبي النادي الاهلي ان شاء الله، من خلال برنامج بيتغطي فيه كل تفاصيل بعثتنا وكل تفاصيل بطوله كاس العالم للانديه ان شاء الله. اللي البرنامج ان شاء الله هيبدا بكره. قبل ما اروح للبرنامج وتفاصيله، نعرف برضو يعني كاس العالم للانديه كان بيمثل ايه الكابتن اسلام الشاطر؟ لا هو كان بيمثل لنا كل حاجه. الجيل بتاعنا ده خلي بال حضرتك، اول حاجه احنا لعبنا 2004، الجيل ده تم تكوينه يعني، او الفرقه دي تم تكوينها 2004. صحيح. اول بطوله افريقيه مع النادي الاهلي طبعا بالنسبه لنا. خدناها مع النادي الاهلي في 2004 2005 يعني، فكانت بالنسبه لنا ان احنا طموح ان انت توصل لكاس العالم، يعني عايزين نعرف ايه كاس العالم للانديه. ده ما حدش يعرف في مصر يعني ايه كاس العالم للانديه. كون النادي الاهلي يسافر، وكالعاده الحقيقه دايما النادي الاهلي هو اللي بيخلينا نبقى مبسوطين وفرحانين كاهلاويه يعني. فان احنا نسافر ونروح ونقعد ونشوف الحياه هناك ازاي، وكان في اليابان، وكان زي بطوله عالم مصغره. صح. يعني كابتن هاني طبعا حضر وعارف الكلام ده كويس. في احنا في 2005 كانت الامور تحس ان انت في كاس عالم مصغر يعني، فكان نفسنا نروح ونفسنا نشوف الدنيا ماشيه ازاي والحياه ماشيه ازاي. وتلعب في اليابان لو تفتكر، في 2005 كان في اليابان، و2006 اعتقد و6 كان في اليابان. وماضي تشيرت في اليابان، وماضي كل حاجه، وماضي تشيرت كل حاجه. فكانت ايام شهيره يعني. طبعا. وكانت كان طموحنا كله ان احنا ازاي نلعب في كاس العالم في للانديه، مش عارفين عايزين اجواء جديده يعني حاجه يعني احتفاليه جديده، كنت عايزين تشوفوا ايه يعني ايه كاس العالم للانديه. بالظبط. وكانت تجربه اعتقد انت بالنسبه لك كانت تجربه، شفتها ازاي وشفت كمان النسخه اللي بعديها الفروقات دي؟ لا التجربه الاولى كانت صعبه جدا. جدا، لانها زي ما بقول لحضرتك كده، احنا شباب او لعيبه كره رايحين نلعب، خدنا بطوله افريقيا باداء كان كويس جدا في الفتره دي. وخدنا بطوله افريقيا، وقبل ما نسافر كنت بتلعب الدوري لغايه قبل السفر بيومين ثلاثه مثلا. يعني لعبت مباراه في الدوري وبعد كده سافرت. انت عارف اليابان يا كابتن هاني وسهام، الاثنين فرق توقيت غير طبيعي، وجو وكل حاجه، وجو ساقعه غير طبيعيه. فاحنا سافرنا قبلها بيومين ثلاثه، قبل المباراه الاولى بيومين ثلاثه. والله كم ساعه سفر اليابان؟ اليابان كتير قوي، مش فاكر اسبوع يعني كتير، قعد اسبوع في الطياره يعني. لا كتير، مشوار طويل حوالي 14 ساعه او 12 ساعه. غير ان انت ايه يعني مشيتي الصبح توصلي الصبح. اللي هو ايه، طب هننام امتى يا جماعه؟ ساعه بيولوجيه بقى، احنا ما نمناش، عايزين ننام. فلا كانت اول مره كانت صعبه جدا جدا. واول مره برضو بالنسبه لكابتن اسلام ان انت النهارده مش بس بتمثل اسم النادي الاهلي. بالزبط. انت بتمثل مصر، بتمثل القاره كلها، القاره الافريقيه، فانت بتلعب يعني تحت اسم تقيل. مظبوط. قاره تقيله فعلا. فقول لي بقى شعورك كده، اسلام الشاطر بقى شخصيا وهو بيلعب
تحت المسميات الكثيرة ديت، اسم مصر والنادي الأهلي وقارة أفريقيا وممثل عن الشعب المصري كله، وبيتابع أكيد المباريات دي بكل انتماءاتنا، بنتابع أكيد الماتش ده كله، وأنا متأكدة إن احنا كلنا يعني بمختلف على سبيل الفخر يعني في ناس بتتابع على سبيل إن هي نفسها تشوف الحاجات دي يعني. أكيد آه طبعا. والله بجد مش بهزر على فكرة. أيوة على فكرة الكلام مش هزار. حاجة على حد ولا بتاع، لكن أنا بتكلم بجد إن أنا كلاعب كرة حتى لو أنا خارج النادي الأهلي طبعا ببقى عايز اقعد اتفرج اشوف هو النادي الاهلي ممكن يعمل ايه. ممثل مين مش هيتفرج كابتن؟ فقول لي بقى شعور بقى الكابتن اسلام الشاطر وهو بقى بيمثل يعني الثلاث اسماء الكبار دول. لا انا كنت الحقيقه خلي بال حضرتك احنا كنا بنلعب، انا واحد من الناس كنت بلعب في نادي كبير جدا نادي الاسماعيلي، وقبله طبعا كنت بلعب في نادي كبير جدا اسمه النادي الاولمبي. فانا بالنسبه لي كنت برضه ان انت بتلعب في افريقيا، لعبت مع النادي الاسماعيلي في افريقيا وخدت، ما خدناش بطوله افريقيا، وصلنا لنهائي افريقيا يعني مع النادي الاسماعيلي، متعود على الاجواء في افريقيا وبتشوف وكده. ولكن ان انت تلعب في بطوله العالم يعني من الصعب جدا ان انت كنت تعمل كده مع النادي الاسماعيلي او مع النادي الاولمبي يعني في الوقت ده تحديدا. فانا بالنسبه لي ان انت تنتقل من الناحيه او من الاداء جوه افريقيا والبطوله المصريه المحليه والدوري والكاس والكلام ده كله وتلعب في كاس العالم، ده كان بالنسبه لنا فعلا حلم، وحلم كبير يمكن ما حدش هيحس بيه قوي غير اللي راح. صح زي ما بقول لك يعني لا كمان على مستوى، على مستوى بعض الناس اللي بتقلل من قيمه كاس العالم للانديه. لا في وارد، انت اكيد تابعت الكلام دوت. انت بتقول حاجه مش هيحسها غير اللي يروح طبعا. زي ما كان انا بصراحه حتى وجودي في اولمبياد لندن اللي ما يحسش الاولمبياد غير اللي يعيش التجربه نفسها. ففي انديه كتير نفسها تعيش التجربه انت عارف يا اسلام، لكن النادي الاهلي من اكتر الانديه اشتراكا في هذه البطوله بعد اوكلاند سيتي بالظبط 6 مرات، وكمان على مستوى المباريات 12 مباراه في كاس العالم الانديه بعد اوكلاند سيتي برضو اللي عمل 15 مباراه. الخبرات ديت ان شاء الله نشوفها في مباراه الدحيل باذن الله. والله اتمنى يعني، انا زي ما بقول لحضرتك كده كابتن هاني 2005 كانت الظروف صعبه، رحنا غلبنا المباراتين اتحاد جده والمباراه الثانيه طلعنا السادس، وكان في طموح كبير جدا من جمهور الاهلي ان انت تاخد البطوله. انت عارف انت حضرتك يعني النادي الاهلي النادي الاهلي دايما انت بتروح تلعب عايز تكسب الثلاث نقط، بتلعب بقى ريال مدريد، بتلعب برشلونه، بتلعب بايرن ميونخ، بتلعب الدحيل، بتلعب اوكلاند سيتي. الاساس ان انت تاخد الثلاث نقط او بتلعب على الثلاث نقط. فبالنسبه لنا كان ان انت تتغلب، وخلي بالك دي كانت اول هزيمه اعتقد في الفتره دي للجيل او بدايه الجيل ده مع مانويل جوزيه، فكانت بالنسبه لنا صدمه، بالنسبه لنا صدمه. الناس ممكن تتخيل ان ايه، ما هو يا جماعه انتوا رحتوا بقى كفايه ان انتوا رحتوا كاس العالم ورايحين بقى تقدوا تمثيل المشرف برضه كانت بتتقال لكم كانت بتتقال من بره، لكن احنا كان اكيد طبعا انتوا داخل مختلف. طبعا السياسه مختلفه. عشان كده لما اتغلبنا المباراتين دول قررنا بينا وبين نفسنا كلاعيبه ان احنا بعد كده نفكر ازاي. بصراحه ان احنا خدنا البطوله الافريقيه في 2006 على طول وتعلمتوا الدرس، اتعلمنا الدرس وخدتوا الميداليه البرونزيه. مبدئيا رحت قبلها باسبوع مركز تاني او 8 ايام، حتى على المستوى التنظيم الاداري اتظبطت الامور، لانك انت رحت اليابان قبليها في 2005 وقت قليل، فطبعا عقبال ما اتاقلمت ودخلت في الجو 2006 كان في تنظيم اداري اكتر شويه، انك رحت وخدت على الجو شويه، قعدت قبليها باسبوع وحققت. وكان في تعاون اكتر يا كابتن هاني من اتحاد الكره في الوقت ده 2005 في 2006 2005 يمكن كانت الناس مش واخده بالها قوي من البطوله بتاع. فانت بتلعب الدوري يعني، انت ما انت مضطر تلعب انت نادي كنادي اهلي يعني، انت مضطر ان انت تلعب الدوري والمباريات بتاعتك لغايه اخر وقت. صحيح. فانت عندك ماتش هتعمل ايه؟ ما انت مش هتسيب الماتش وتسافر. فانت بتلعب على الدوري وعايز تاخد الدوري، فلعبنا لغايه اخر ماتش وسافرنا، قعدنا حوالي ما فيش يومين او 3 ايام ولعبنا يعني اول يومين واليوم الثالث تقريبا حاجه كده يعني. فعارف اللي هو لسه على يعني لسه مش عارفين يعني بالليل بتنام الصبح بتنام الظهر يعني مش عارف تعمل ايه بجد، الموضوع ما كانش سهل. فتعلمنا من ده في 2005 2006 الامر كان مختلف تماما طبعا بالظبط، على مستوى التحضير على مستوى الشكل الفني على مستوى النتائج. طيب ان شاء الله نتمنى التوفيق اولا للنادي الاهلي في مباراه الدحيل وهنرجع لها تاني، لكن حابين تشرح لينا وللساده المشاهدين ومحبي قناه النادي الاهلي
بكره ان شاء الله اول حلقه في البرنامج اللي هيغطي كاس العالم للانديه، نعرف كواليسه ايه، فقراته ايه، وتدينا فكره عن برنامج بكره ان شاء الله. بكره ان شاء الله هتكون بدايه البرنامج الاهلي في المونديال، هيبقى الساعه 8. انا هكون متواجد من الساعه 8 للساعه 11 يوميا الفتره القادمه لغايه انتهاء البطوله ان شاء الله. البرنامج هيبقى عباره عن كل ما يحدث داخل كواليس الإقامة، فندق الإقامة داخل النادي الأهلي، وكل ما يحدث من فطار. حضرتك بقى عارف الكلام ده كويس، برنامج الفرقة كله فطار غدا، بيبقى دايما في فطار غدا عشاء، محاضرات نظرية، محاضرات بالفيديو، تمرين. عايزين نعمل تمرين طبعا ده 100%. هيبقى عندنا اعتقد ان قناه النادي الاهلي وشاشه النادي الاهلي من المفترض ان احنا كاهلاويه ما نقومش من قدامها الفتره اللي جايه، لانه الشاشه الوحيده اللي هتبقى ناقله كل هذه الامور طبعا. كل ما يحدث داخل فندق الاقامه طبعا احنا مش هنخش في حاجات صعب ان احنا نوريها للناس يعني، لانه في النهايه انت ده فريق وعنده اسراره، والمدير الفني عايز يحتفظ ببعض الامور ويعمل كده، لكن في النهايه انت كانك عايش مع الفرقه ما عدا محاضرات معينه، بدون الدخول بدون الدخول في ان الفريق يحس بده. ده مهم جدا طبعًا. يعني طبعًا. هو بس مهم جدا علشان الناس ما تحسش ان هو بقى هيبقى فرح يعني خالص. احنا عايزين ناكد ده اسهام أكيد. ان هو ما يخص ان اللعيبه مش هتحس بكده، وليها تركيزها طبعا، وليها الجهاز الفني ليه تركيزه طبعًا. ولو في اي حاجه بتتلقط بتبقى بعيد تماما عن تركيز الفرقه، و في محيط ما يساعد الفرقه، بالعكس ده ما يساعد الفرقه ان شاء الله ليه كمان زياده الروح المعنويه العاليه بالزبط. وتحس ان الناس موجوده معاهم. لا انا قصدي حاجه ثانيه، انا قصدي ان ما تنقلش ده للفريق بس، تنقل للفريق ان الجمهور النادي الاهلي كل الملايين بيتابعك من القناه دي، وبيستندك من خلال الشاشه دي، وده حق يعني، ده حقه طبعا. هو انت لما تبقى مدير فني يقول لك لا انا مش عايزك تصور، مش هصور اكيد مليون تمام، مش هقدر يعني لكن هصور بقى الاجواء حواليك يعني. انا ممكن اطلع بره الاوضه اللي انتوا قاعدين فيها عاملين الفيديو مثلا، وهصور الفندق، هصور الناس اللي بره، هصور الكذا اللي بيحصل، الاجواء يعني. هنعيش جمهور النادي الاهلي في اجواء كاس العالم على قد ما نقدر طبعا. هيكون معايا فقره ثابته اتنين محللين، كريم سعيد واحمد ثابت، هيكونوا معايا دائما خلال الفتره دي، لان هنتكلم عن ارقام كثيره جدا تخص الفرق كلها، الخمس فرق اللي متواجده مع النادي الاهلي، وطبعا النادي الاهلي معانا في كل حاجه طبعا. هنجيب فيديو، هنفصص الفرق للناس يعني. الدحيل ده بيلعب ازاي؟ ربنا كرمنا وكسبنا، يبقى هنلعب بايرن ميونخ، يبقى بايرن ميونخ ده بيلعب ازاي؟ احنا كده كده هنكون عاملين تفصيل كامل لكل الخمس فرق اللي موجودين، هنعمل لهم تفصيل كامل بالفيديو واهدافهم وانالايز على قد المتاح طبعا لينا. اعتقد الدكتور احمد ثابت عن طريق الارقام والاحصائيات والانالايز وكل ده هيكون موجود، بتدي فكره كمان كبيره، بس مش عن فرقه النادي الاهلي اللي احنا كلنا عارفينها، لكن على بقيه الخمس فرق المتواجده يعني في البطوله يعني. بالظبط كده، وده اعتقد شيء مهم جدا عشان تعرف، لان الناس يعني فريق الدحيل كسب الاهلي القطري في كاس الملك اعتقد، او في كاس الامير عنده 6-0، فالناس ابتدت تقلق هو ايه ازاي يعني فريق الدحيل كسب، ما هو قابله بمباراه في الدوري العام بتاعهم دوري نجوم قطر، اتعادلوا مع نادي قطر 1-1 قبلها اعتقد كمان اتغلب 5-0، اتغلب 5-0، فبالتالي طب شوف اهلي قطر عامل ازاي يعني. كل ده هنعرفه للناس من خلال التحليلات الواضحه، والاهداف بتيجي ازاي من ناحيه اليمين ومن ناحيه الشمال. دودو اللاعب بتاعهم ده واحد من اهم اللاعبين البرازيلي، ادميلسون ده واحد برضو من اهم اللاعبين التاني اللي متواجد، اولونجا كمان، اولونجا طبعا عندهم كبير قوي، مجموعه كبيره جدا من اللاعبين، 24 مليون يورو في القيمه التسويقيه للخمس ست لعيبه دول، الثلاثه اربعه دول حاجه كده ايه، وبعدين مش شراء ده اعارات كلها اعارات بالظبط. فيعني لا هنتكلم في هنفصل الامور دي تحديدا ازاي بتحصل. كمان هيكون عندنا في الفقره الاخيره فقره ان شاء الله يعني، بنحاول اهو اليومين دول ان شاء الله يكون معايا حد من النجوم اللي لعبت في كاس العالم، نتكلم معاه عن الذكريات اللي حصلت زي ما بنتكلم انا وحضرتك كده وسهام في الموضوع ده، ونتكلم ايضا عن كل حاجه
كل ما يخص هيكون معانا نجوم من التحليل اللي موجودين في القناة واللي جايين من بره القناة، نتكلم عن التحليل الفني بقى أكثر عمقا. احنا هنا هنتكلم عن الأرقام مع ثابت وكريم، هنتكلم عن الأرقام والإحصاءات وكم أوفر بيتلعب، لكن هناك هنتكلم مع كباتننا اللي هيكونوا موجودين معانا عن التحليل الفني بقى لكل حاجة من وجهة نظرهم يعني. فهيبقى عندنا اعتقد 3 ساعات، وجوه كل ده بقى عندي مفاجآت كتيرة جدا للجمهور يعني. طبعا جمهور النادي الاهلي على دماغنا من فوق ويستاهل الحقيقه كل حاجه، فان شاء الله هيكونوا هيتبسطوا جدا اتمنى يعني. طبعا احنا هنحاول نعمل مجهود، فاحنا لازم يعني لازم نديهم جرعه مكثفه الحقيقه. نديهم جرعه مكثفه، نديهم جرعه مكثفه جدا يعني، هنخليهم مبسوطين جدا ان شاء الله. طيب قول لي بقى مواعيده من 8 ل 11 يوميا من 8 ل 11 زي ما قلت لك هنحاول نجيب يعني احنا عاملين ال 15 حلقه، عندي وقت ممكن اخد من 8 ل 4 الصبح ما عنديش مشكله، بس احنا ممكن ناخد شعار مش هتقدر تغمض عينك مش هتقدر يعني عندنا حاجات كتيره جدا نقدر نعملها، بنحاول على قد الوقت اللي متاح لينا ان احنا ان شاء الله نبسط جمهور النادي الاهلي، واتمنى ان شاء الله ان احنا نبسطه ان شاء الله باذن يعني الله. كل التوفيق ليك يا رب ان شاء الله ان شاء الله، وجماهير النادي الاهلي سعداء اكيد بيتك يعني انت طبعا غريب عن النادي الاهلي، فاحنا كلنا سعداء بوجودك وان شاء الله نستمتع بك يا اسلام من خلال البرنامج. هتشكره؟ لا مش هشكره طبعا، لا ده هخش معاه لسه. كنت هسأل السؤال. لا مش هقول له ايه رايك في، كنت هاخد رايه في المشكله اللي حاصله، وعايز اخد راي اسلام ووجهه نظره في المشكله الكبيره الخاصه بالتحكيم والفار في كره القدم. والله يا كابتن هاني انا تعبت من الكلام في الموضوع ده لانه موضوع صعب جدا. لسه كنت شايف احد النقاد الرياضيين وهو بيتكلم يقول لك الاهلي بيكسب بالتحكيم، والحقيقه انا دايما ببقى مستغرب من الجمله دي، هي بالنسبه لي علامه استفهام كبيره. هو اولا انا عمري ما هكسب او ما فيش فرقه في العالم هتكسب الا لما يكون في حكم في الملعب. كل اللي احنا بنطلبه دايما العداله في التحكيم. صحيح. العداله فقط. انا ممكن اتغلب على فكره لا قدر الله، ولا ممكن يبقى عندي يتحسب عليا ضرب الجزاء او كل حاجه، ما عنديش مشكله، بس بنفس المعيار اللي حضرتك بتديه لفرقه تانية ادهولي، هو ده اللي انا بطلبه. لان انا ضاع مني 6 نقط لما تيجي تتكلم عن الدوري ده، خلينا نتكلم عن الدوري ده. 9 ماتشات لسه في الاسبوع التاسع يعني. في الدوري في الاسبوع التاسع وضاع منك 6 نقط، ضاع منك 6 نقط ازاي؟ هو الاهلي كان وحش؟ الاهلي كان بيضيع اجوان؟ بيضيع زيه زي اي فرقه، بس لا انت فريق كويس جدا، واقف على رجلك، كل حاجه كويسه، ولكن هناك عوامل خارجيه هي اللي بتخسرك النقاط. غير الكوره. غير كره القدم. لكن انا ما عنديش مشكله ان انا اخسر في كره القدم، خلاص يبقى انا عندي اخطاء. طبيعي لو احنا بنغلط يعني لو وارد في كره القدم، هو ده كلنا بنغلط، كل فرق العالم بتخسر يعني. الموضوع طبعًا مش موضوع خساره ومكسب. النادي الاهلي دايما حتى من خلال البيانات اللي بيصدرها النادي الاهلي، الموضوع بيجي في الاخر يقول دي مصلحه لمصلحه المنظومه، واحنا عايزين المنظومه تبقى ماشيه بشكل كويس، واحنا اكيد النادي الاهلي مش هسيب حقه. لكن زي ما انت بتقول يا اسلام، وارد جدا احنا نلعب ماتش وحش ونخسر، ما عنديش مشكله، لكن ما تخسرنيش يعني، ما تخسرنيش بشكل تبقى في علامه استفهام. انت قاصد بقى، انت قاصد تعطلني او ضربه جزاء وهدف مش يعني، كل الاجواء ديت يعني. طبعا الاجواء صعبه جدا. الغلط بقى في الحكم ولا في التقنيه؟ الاثنين، بس هو في الاخر القرار بتاع مين؟ الحكم طبعا. خلاص حكم الساحه، خلينا متفقين ان حكم الساحه هو اللي في ايده القرار. طبعا. التقنيه دي مساعده، هي حتى اسمها حكم مساعد، بنعتبره حكم مساعد. وبالتالي هو انت كحكم حضرتك شايف ان قد يكون هناك في اي تردد 1%، والقانون بيديلك ده، القانون نفسه بيقول لك لو في مشكله عندك ارجع للفار، ارجع للفار وشوف ايه المشكله، هيحصل ايه يعني. هو انا لما ارجع للفار وابص واشوف والاقي الكوره بتاعت بواليا وهو مع شريف اكرامي دخلت جون وجون، لما احسب جون يعني الناس هتعمل حاجه؟ لا الناس مش هتعمل حاجه. اللقطه بتاعت طلب استدعائه احسبها فاول. اللقطه بتاعت طلب استدعائه من ثم هو قال لك لا 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 مش محتاج، وبعدين ما اتحسبتش، انت ده فسرته بايه؟ فسرته ان هو يعني قد يكون الحكم، انا بيني وبينك انا قلت يمكن فاول. ما انا قلت يمكن فاول، ما هو لغايه ما شفتها، ما هو الفار معناه ايه؟
ان انا ارجع واتاكد وبقف قدام. مش هو كل الحكام تلاقيها واقفه قدام الفار عامله كده وبتبص للكوره وبتقول عيدها لي من الجنب اليمين ومن الجنب الشمال. ما هو ده اللي مطلوب، ما هو ده اللي احنا بنعمله. امبارح اتهرينا بين مصر والدنمارك كل شويه ادينا الفار في اخر ثانيه يصفر ويروح للفار على ثلاث ثواني والمباراه كانت خلصت. مع اختلاف الفار في كره اليد، هو الفار هناك ما هو يعني مش هو ما بياخدش قرار، هو برضو الحكمين بيروحوا يبصوا نفس نظام ان الحكم يروح يبص لكن ما يتاخدش قرار. علامه الاستفهام، ويمكن قلتها في الانترو اسلام، ان يمكن كان علامه الاستفهام ليه الكابتن جهاد جريشه ما راحش شاف الفار خاصه في ضربه الجزاء، يعني عشان هو كان على مسافه بعيده جدا. اللي وصلني ان هو حكم الفار اللي كان موجود اقر وقال له انت قرارك صح لجمله انا وقفت عندها وهسالك انت كلاعب كوره يعني. قال له انت صح يا كابتن جهاد، لان لعيب النادي الاهلي لما احمد سامي دخل عليه كانت رجليه في الهواء. دي نقطه انا ايوه استغربت قوي كده. النقطه الثانيه قالها اللي عليها اكتر علامه استفهام، ان ان احمد سامي مدافع بيراميدز ما كانش قاصد يشنكل يبقى تهور، ما هو ما كانش قصد يبقى تهور. النقطتين فسرهم لي انت بقى. انت بقول عليك اهو الكره يعني الثانيه، خلينا في الثانيه. ما كانش قصد يبقى تهور. طب هو ليه لو الكره مثلا انا وحضرتك بترقصني وانا جيت وعملت عليك تاكلينج ومن بعيد، مش ساعات الحكم بيقوم جاي مصفر وحاسبها فوق ليه؟ ده اسمه تهور. هو ده اللي احنا بنلعب يعني، ده اللي احنا عارفينه يعني. طيب لو كانت حاجه اتغيرت يعني، لا ما فيش حاجه بتتغير في الكره كتير يعني. فالتهور معناه جوه منطقه الجزاء معناها ركله جزاء. طيب الاولانيه كمان اللي انا استغربت عليها قوي، قال لك اصل رجلين محمد شريف كانت لسه في الهواء. طب حتى لو رجليه في الهواء يعني، واحد لو مهاجم سابقني ورجليه في الهواء وانا جيت من ورا بعمل تاكلينج ورحت شايط رجليه اللي طايره في الهواء، ضرب جزاء. ما ضرب الجزاء فاول يعني. هو التفسيرين اللي قالهم بيثبت انها كانت ضرب جزاء. انا كنت بشوف ان الكابتن جهاد جريشه كان غير موفق تماما في هذه المباراه، وكان من الواجب عليه روح يا كابتن جهاد للفار. على فكره انا في الاول بس نفكر كابتن جهاد ونفكر بس يعني بس. لا دي يعني دي مش محتاجه حاجه اهي. بعدين ما كانش بعيد يا كابتن هاني بقى، معلش ولا حاجه، ده في وشه ما يعني في وشه يعني هاخد نقول صح هو بعيد مثلا ناصر كان اللي هو كان المسافه بعيده قوي واللقطه ممكن مش هيشوفها اللقطه دي يشوفها، لكن انا تفسير للحكم اللي جوه الفار بيفسر ديت ان محمد شريف كانت رجليه في الهواء. طب انا بقول لك انا مدافع وكابتن اسلام عارف ان حتى لو المهاجم رجليه في الهواء وجي لعيب عمل تاكلينج عليه دي ضربه جزاء. النقطة الثانية بيقول لك أصل أحمد سامي ما كانش يقصد، هو قاصد يلعب الكورة يعني. لا ده بجد الكلام ده اتقال بجد؟ أيوه اتقال. ما تابعتوش كده؟ لا ما تابعتوش الحقيقة، لأن يعني ما فيش حاجة اسمها كده. ما فيش حاجة اسمها ما كانش قصده. ما هو على فكرة أنا بعاقبه عشان هو ما كانش قصده. يعني ماليش دعوة. أنا كراجل، أنا محمد شريف، كرة بالنسبة لي ركلة جزاء. أنا كراجل أهلاوي قاعد بتفرج، ممكن على فكرة في الأول يا سهام انا شفت الكوره ممكن اقول ايه لعبه كوره ما تبانش خلي بالك للتلفزيون كمان تشوف التلفزيون في الاول خالص اللي جنبي بيقول له جزاء، قلت له لا ما عادي انا بقول لك اهو، قلت له ايه عادي. لكن لما تعادت مره واثنين وثلاثه واضحه ما فيهاش كلام. عشان كده انا بقول يا جماعه من فضلكم اي حكم في الدنيا حضرتك شايف ان في اي حاجه فيها تردد سواء للاهلي للزمالك للاسماعيلي للاولمبي لاي فرقه في العالم، روح حضرتك شوفها. انت هو مديك الفي ار ده عشان حضرتك تبقى معاك مساعد او تقنيه فيديو تساعدك في احتساب العداله التحكيميه او تطبيق العداله التحكيميه على كل الفرق داخل الملاعب. هل ده لو حصل مع فريق تاني هتعمل كده برضه؟ ما انا محتاج اعرف، محتاج اشوف. ده سؤال هنختم بيه الفقره دي، بس احنا بنتمنى لك كل التوفيق. مشوار الاهلي يعني لسه ما انتهاش، مشوار صعب جدا طبعا، ومتوقف دلوقتي الدوري عشان مشاركتنا العالميه التاريخيه في كاس العالم للانديه. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي، كل التوفيق ليك اسلام ولضيوفك وللكباتن ان شاء الله يشرفونا على مدار اسبوعين. بس وانت ضيف اسهل ولا وانت مذيع اصعب؟ لا ضيف اسهل كتير. ضيف اسهل كتير. نورتنا يا اسلام. ربنا زي لعيب اسهل كتير. ربنا يخليك يا سهام، متشكر جدا. ربنا يخليك يا كابتن هاني. بكره الساعه 8 اشوفك. متشكر جدا يا كابتن هاني، وسعيد ان انا كنت موجود معاكم مع سهام. ربنا يخليك، متشكر جدا. والبستيل بقى عشان الاستوديو ما اتقل من كده ايه؟ تمام تلج.
بعد الفاصل الفقرة الحوارية التانية في البيت الكبير.